الفاتحة إلى حضر النبي زين وحبيبنا وشافعين وكرة ديان زين مولانا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، ثم إلى أرواح أبائي وإخواني النبيين المسلمين ومن أجل الله تعالى المقربين زين جبريل وميكائيل وعزرائيل وسلم وسلم، ثم إلى أصحاب رسول الله أجمعين وأزواجه وأهل بيته وثريات أجمعين، خصوصا الحمد المهجر إلى الله الميزة والحبيب إلا بن أحمد بقيه المقدم محمد وعلي وسيدنا محمد بن دبيله فتح المقدم ثاني شاب الرحمن بن السقاف ورحمه الله بن أبو قاعد روس بن الحبيب أبو بكر يعني سيدنا أبي بكر الشيخ أبو بن سالم ولا أخيه بن سالم ولا محمد بن صاحب الشعب ولا عبد الرحمن بن معن جبل بن الأعراج ولا يوسف بن الحسن ثم لا روح قد ولا أنفاس بن شري وارس ثم إلى روغة الرجال وغد العباد والبلاد الإمام الحبيب عبد الله بن المحدد إلى روغة الحبيب أبو أبو بكر بن عبد الله العطاس إلى شيخنا جدنا حبيبنا أنفاس بن سهل البحر إلى الحبيب علي بن عبد الله بن طاهر وغد الحبيب أبو بكر بن عبد الله أبو بكر بن السقاف أبو سالم بن محسن الحامد أنقل وحسن أبو بكر العجوز وأرباد أنقل جدة وسنة أبو رحيم الجهر والأمين مغربها وسنة نشع عبد القادر الجيلاني قصص الله وسلم وحسن الله وحسن الله الشهد قصص الله وسلم وحسن الله وحسن الله وحسن الله وحسن الله في هذا البلد وهذا المدينة من جميع صاحب الولاية وجميع مشيخنا بالدين من السماء ومن شيخنا علي بن أنيس شيخنا محمد رسول الله شيخنا علي بن أزاقنا حسن الله وسلم وحسن الله وحسن الله وحسن الله وحسن الله وحسن الله وحسن الله باب من الأسقاف من الأسقاف هذا مع جبريل مع جبريل الحبيب الله مع الله مع جبريل والحبيب حسن بن حسن المبارك شريف والحبيب فوز بن عبد الله الواحد والحبيب شريف بسم الله بن سلم القاهر بن سلم الله ورحيم أن الله يغفر له ويرحم الله شر رجاله بالجنة يكثر مثوبتهم وسنادهم يأخذنا بجاههم ونحونا بهم ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم بالدين والدين والآخر ربي ربي فانفعنا ببركتهم واهلنا الحسنى بحرمتهم وامنا في ضريقتهم وما افتنا الفتن بفضل ربي اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا ربي اغفر لي وعلمنا وحبيبنا علي بن محمد حبشي بن الله مزر هذا الحبيب بن الله مزر هذا المولد وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم إياك نعبد وإياك نستعين صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد واغفر وسامح من كان أذنب صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي صل على محمد وبلغ الكل كل مظلام يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم يا ربي صل على محمد أشرف بدر في الكون يشرق يا ربي صل على محمد يا ربي صل عليه يا ربي
صلي على محمد أكرم داع يدعو إلى الحق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد المصطفى الصادق المصدق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد أحد الورى منطقا وأصداقا. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق. يا ربي صل على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد من بالسخاء والوفاء تخلق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد واجمع من الشمل ما تفرق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد واسلح وسهل ما قد تعوق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد وافتح من الخير كل مغلق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد وآله ومن بالنبي تعلق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه، يا ربي صلي على محمد وآله ومن للحبيب عشاق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم، يا ربي صلي على محمد ومن بحبل النبي توثاق. يا ربي صلي على محمد، يا ربي صلي عليه وسلم. السلام Yeah.
حسن الأنبياء سلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء سلام عليك أزكى الأزكياء السلام عليك أسفى الأسفياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء سلام عليك يا أحمد يا حبيبي السلام عليك طه يا طبيبي السلام عليك يا مسكي وطبيبي السلام عليك مشفعي في القيامة السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك السلام عليك السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام عليك زين الأنبياء السلام عليك أفضل الأنبياء السلام على المقدم في الإمام السلام عليك مدوج بالكرامة السلام عليك مضلل بالغمامة السلام عليك مشفع في القيامة السلام عليك زين الأنبياء
السلام عليك أنت الأنبياء. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما. الله وينصرك الله نصرا عزيزا. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. الله فإن تولوا فقل حسبي الله وهو رب العرش العظيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي. اللهم صل عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله القوي سلطان والواضي برهان والمبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه. خلق الخلق لحكمه وضوع عليها علمه وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقدار القسمة. صلى الله عليه فأرسل إليه مجرب خلقه وجل عبيده رحمة على قدر أدده العسلية بخلق هذا العبد المحبوب. فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم. صلى الله عليه. فما عجل هذا المن الذي تكرم به المنان ومعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإحسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت وجود أكناف الوجود وطرزت برد العوالم بطراز تكريم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه. تجلى الحق في علم قدسه الواسع تجليا قطه بانتشار فضله في القريب والشازع. صلى الله عليه. فله الحمد الذي لا تنحسر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد. صلى الله عليه. حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان ليتشرف بوجود الثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان. وما من سر اتصل به قلب منيب إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب.
صلى الله عليه في شؤونه وكمالا صلى الله على الذي أخذ من عصر الامتنان ما يحزن وزفه اللسان ويحار في تعكن معاني الجنان صلى الله عليه. انتشر منه في عالم البطون والدهور ما ملأ الوجود الخلقيون صلى الله عليه. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في ذكر الحكيم ببشارة رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فجعت هذه البشارة فتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا رسول الله سلام سلام عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يدي رجاء العالمين يا أهل الجود والكرم يا رسول الله سلام من عليك يا رفيع الشان والدرج أثبت يدي رجاء العالمين يا أهين الجود والكرم كل بيت أنت ساكن ليس محتاجا إلى سرج ومريض أنت عائد قد أتاه الله به الفرج يا رسول الله
سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أفدي يا جير العالمين يا أهين الجود والكرم وزمان أنت حاكم إلا الله زلمك من العوج وجهك الميمون وجهك الميمون وجهك الميمون حجتنا يوم تعز الناس بالحجاج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني أفدي يا جير العالمين يا أهين الجود والكرم فجزاك الله خير جزاء يا منير الجاون بالبلد كل يوم نارد فرجا رب عجل منك بالمرج يا رسول الله سلام عليك يا رفيع شاني والدرج أفدي يا جير العالمين يا أهين الجود والكرم أهل بيت مصطفى أمان الأرض فالذكر بالأنجم زوري الله مثل ما قد جاء في سنن يا رسول الله أفدي يا جير العالمين يا أهين الجود والكرم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأشهد أن لا إله إلا الله لا شريك له شهادة تعرف بها اللسان عما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قواعد وتلوها لليقين من سر ذلك الإذعان والتشديق شواهد صلى الله عليه وأشهد أن سيدنا محمدا عبد صادق في قوله وفعله
والمبلغ عن الله المأمر بتبلغه لخلقه من فرضه ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وأنا الله به من الأمة بشرا كثيرا صلى الله عليه فكان في ذا المدرج للمستبشرين سراجا وقمرا منيرا صلى الله عليه فمعظم من منة كرم الله بها على البشر موسعة من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات على هذا العبد الذي يوفى بحق العبوديه وبرز فيها بخلعه الجمال وقام بحق الربوبيه في مواطن الخدمه لله اقبل عليه غايه الاقبال صلى الله عليه صلاه يتسل بها روح المصلي عليه فينبسط في قلبه نور سر تعلقه به وحبه ويكتب بها بعنايه الله في حزبه وعلى اله وصحبه الذين ارتكعوا صفوه المجد بقربه صلى الله عليه وتفيعوا ظلال الشرف الاصلي بوده وحبه ما عطر الاكوان بنشر ذكراهم نسيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك وبارك عليه وعلى آله عما بعده فلما تعلقت إرادة الله بالعلم القديم بظهور أسرار دخس البشر الكريم بالتقديم والتكريم نفذت القدرة الباهرة بالنعمة الواسعة والمنة الغامرة فانفلقت بيت التصوير في العالم مدلق الجبين الجمال المشهود بالعين حاول لوصف الجمال مدلق والحسن التام صلى الله عليه فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأسلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمس عليه من الله النعمة صلى الله عليه فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه ليتشرف به موطن استقراره وموضع خروجه وقد قضت الأقدار والعزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصص صلى الله عليه فكان مستقره في الأسلاب الفاخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر ونورا حير الأفكار ظهوره صلى الله عليه فتعلقت همة الراكب لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف وإن كانت الألسن لا تفي بعشر معجار أوزى بذلك الموصوف تشويقا للسامعين من خواز المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين صلى الله عليه
وإلا فأنا تعرب الأقلام عن شؤون خير الأنام، ولكن هزني لا تدوين ما حفظته من سير أشرف المخلوقين، وما أكرم الله به في مولدي من الفضل الذي عم العالمين صلى الله عليه. وبقيت رؤيته في الكون منشورة على مر الأيام والشهور والسنين، لا تعلق بهذه الحضرة الكريمة، ولا عي التشوق إلى سماع وصافي العظيمة، ولعل الله المتكلم والسامي، ولعل الله يرفع به المتكلم السامي، ولعل الله يرفع به المتكلم السامي، فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافع، ويتروحان بروح ذلك النعيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. يا أبي بانيس شيخا وبلغ المخدرات.
يا حبيبنا شيخنا وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أحسن شمائل. وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار. وقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله والنور المودع في هذه الصورة. فنور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم ومنه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقادم. وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني عن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء. قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره. وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث. وقد تعدت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا. ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت ما شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أصلاب وبطون من شرفته من العالمين. فتنقل هذا النور من صلب آدم نوح وإبراهيم حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بالتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم وأمه التي هي في المخاوف آمنة السيدة الكريمة آمنة. فتلقاه صلب عبد الله فألقاه إلى بطنها وضمت أغشاؤها بمعولة من الله محافظة على حق هذه الذروة وصونها. فحملت برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا عللا.
حتى مر الشهر بعد شهر من حمله وقرب وقت بروزه لعالم شهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيضاد فله وتنتشر فيه آثار مجد الصميم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك اللهم صل وسلم على صلوات الله إذا
جواجب. صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأضائل وتعم الآن جمعا أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. مرحبا أهلا بشمس خفيت فيها الجواجب. مرحبا أهلا بشمس قد محت كل الغيائب. أشرف الرسل الأطائب وتعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب. جعنا من أهل أسين
الحبيب صلى وأرض الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر ودعم الآل جمعا ما بدا نور الكواكب وعجل مجدك فخرا في عاجل مراتب لا بارح لا في سرار بك يا عالي المناجيب صلوات الله تغشى وتعم الآل جمعاً ما بدا نور الكواكب فلا دم يا مؤمن وجود بشرتنا بالعطايا والأمان والرغائب صلوات الله تغشى أشرف الرسل الأطاهر بكم أمن الله جل أن يوحشي أسف ولا مجاكر على ما قد أبانا من مواهب أشرف الرسل الأطاهر ودعم الآل جمعاً ما بدا نور الكواكب وله الشكر على ما قد عبانا من مواهب يا كريما يا رحيما جد وعجل بالمظالم أشرف الرسل الأطاهر ودعم الآل جمعاً ما بدا نور الكواكب من توجهنا ما رجع من ذاك خائب واغفر اغفر ذنب عبدك
علقت به هذه الدرة المكنونة والجوهرة المشحونة والكون كله يسبح ويمسي في سرور وابتهاج بقرب ظهور إشراق هذا السراج والأجود متشوفة إلى بروز متشوفة إلى التقاط جواهر كنوز وكل دابة لقريش نطقت بفصح العبارة معلنة بكمال البشارة وما من حامل حملت في ذلك العام إلا أتت في حملها بغلام من بركات وسعادات هذا الإمام ولم تزل الأرض والسماوات متضمخة بعطر الفرح بملاقاة أشرف البريات وبروزه من أعلم الخفاء إلى أعلم الظهور بعد تنقله في البطون والظهور فأظهر الله في الوجود بهجة التكريم وبسط في العالم الكبير مائدة التشريف والتعظيم ببروز هذا البشر الكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله فحين قرب ونطق هذا الحبيب أعلنت السماوات والأرضون ومن فيهن بالترحيب وأمطار الجود الإلهي على أهل الوجود تثيج وألسنة الملائكة بالتبشير للعالمين تعج سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والقدرة كشفت قينا هذا المستور ليبرز نوره كاملا في عالم الظهور نورا فاق كل نور وأنفذ الحق حكمه على من أتم الله عليه النعمة من خواشم الأمة أن يحضر عند وقته أمة تأنيسا لجنابها المسعود ومشاركة لها في هذا السماط الممدود فحضرت بتوفيق الله سيدة مريم وسيدة آسيا ومعهما من الحور العين من قسم الله له من الشرف بالقسمة الوافية فأتى الوقت الذي رتب الله على حضور وجود هذا المولود فانفلق اسم الكمال من النور عن عمود وبرز الحامد المحمود مذعنا لله بالتعظيم والسجود صلى الله صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك
يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون ابتهاجا بوجود المصطفى أحمد ولأهل الكون أنصرا وسرور قد تجدد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اضرب يا اهل المكان فيزهر اليمن والرب واستضيئوا بجمال فقط الحسن تفرد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك ولنا البشرى بسعد مستمر ليس يفقد حيث أوتينا عطاء جمع الفخر المؤبد الله يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا يا نور العين مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا فلربي كل حمد مرحبا جل أن يحشره العدد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين مرحبا اذهب نبي وجود مرحبا مصطفى الهادي محمد مرحبا مرحبا يا نور عيني مرحبا مرحبا جد الحسين يا رسول الله أهلا بك
مرحبا جاد الحسين مرحبا مالا وسهلا الله الله مرحبا يا خير داعي طالع البدر علينا وجب الشكر علينا ما دعا لله داع وصلاة الله تغشى أشرف الرسل محمد تجدد طالع البدر علينا إنسانيات ولا وجب الشكر علينا مرحبا 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 يا مرحبا يا نور عيني مرحبا جد الحسين مرحبا مرحبا الله على محمد اللهم صل عليه صلى الله على محمد يا ربي صلي وسلم يا نبي السلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات الله عليك اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي امين.
melanjutkan wasiat dan nasihat daripada Sayyidina Al-Imam Al-Qutb Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi pada kali ini mengenai wasiatnya, nasihatnya mengenai kedudukan Ahlul Bait dengan Al-Quran. Pada bulan Rajab 1328 Hijriah, As-Sayyid Umar ibn Idrus bin Alwi Al-Aidarus bertanya kepada Sayyidina Al-Imam Al-Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi mengenai sabda Rasul sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa sallam, Inni tarikum fikum al-thaqalain. Ini yang dikenal dengan apa? Hadith thaqalain. Inni tarikun fikum thaqalain kitabullah wa itrati ahlu baiti. Yang biasanya kalau kita sering dengar kitabullah wa sunnati, hadits takulan itu tidak cuma satu yang kita sering kita dengar, kitabullah wa sunnati, yang di pelajaran SD dari yang kita di kulorian dan madrasah itu tidak, ya itu pelajaran anunya, dapatnya pelajaran agamanya hadisnya seperti itu. Tapi banyak, tidak cuma, jadi banyak, ada beberapa maksudnya banyak di sini, ada beberapa apa istilah bahasanya, beberapa kata atau kalimat yang berbeda gitu. Yang di yang satu kitabullah wa sunnati, tapi ada lagi kitabullah wa itrati wa ahli baiti. Pernah ditanyakan kepada Sayyid Alwi, bukan Sayyid Alwi, abahnya Sayyid Alwi, Sayyid Maliki, Sayyid Muhammad Al-Maliki, yang paling mendekati ini yang mana hadisnya? Ditanyakan kepada Sayyid Muhammad Al-Maliki, abahnya Sayyid Alwi Al-Maliki. Jawabannya Sayyid Muhammad, kitabullah wa ahlu baiti, kitabullah wa itrati wa ahlu baiti. Seperti yang di sini ditulis, yang ditanyakan kepada, yang ditanyakan dari oleh Sayyid Umar bin Idrus bin Alwi Al-Aidarus kepada Habib Ali waktu itu. Sesungguhnya aku meninggalkan kepada kalian, jadi hadisnya ini dari konfikum takolain, aku meninggalkan kepada kalian dua yang berat, kitabullah wa itrati, terus ahlu baiti. Kitabullah dan keturunanku, ahlu baiti, tidak ada wa di sini, ahlu baiti, yakni keturunan, yakni ahli baitku. Kitabullah wa idrati ahlu baiti, yakni ahli bait, ahlul baitku.
Diriwayatkan hadis tersebut diriwayatkan oleh Muslim, Tirmidzi, Ahmad dan Darim dengan matan sedikit berbeda. Nah, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyejajarkan ahlu baitnya dengan Quran yang mulia? Jadi pertanyaannya Sayyid Umar kepada Habib Ali, bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menyejajarkan ahlul baitnya dengan Quran yang mulia? Ya kan? Firman Allah. Bagaimana hubungan keduanya ya Habib? Tanya Sayyid Umar kepada Habib Ali. Lalu Habib Ali radhiyallahu an menjawab, ini karena di dalam diri ahlul bait terdapat sir daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kau perhatikan, kata Ibnu Ali, engkau perhatikan firman Allah berikut ini di dalam surah Al-Maidah. Allah berfirman, qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin. Allah telah datangkan kepadamu, minallahi nuran, cahaya dari Allah, dan kitab, wa kitabun mubin, dan kitab yang menerangkan. Lah, nur yang dimaksud, cahaya yang dimaksud di sini adalah cahaya daripada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang dimaksud dengan kitab yang menerangkan, yang kitabun mubin ini maksudnya apa? Quran. Habib Ali menjawab demikian. Maka jika kau perhatikan, kau akan melihat sir, rahasia pada diri ahlul bait. Jika kau perhatikan, kau akan melihat sir, rahasia kemuliaan pada diri ahlul bait, dan sir itu bercampur jadi satu dengan mereka. Dan sir itu bercampur jadi satu dengan mereka. Kami yang lemah ini, kata Habib Ali, kami yang lemah ini dapat melihatnya, dapat melihat sir itu, kata Habib Ali. Apalagi orang-orang yang besar. Fa insyaallah, Habib Ali, mudah-mudahan Allah memberikan taufik dan hidayah dan inayah untuk kita supaya dapat melihat, paling tidak meyakini daripada sir ini tadi, daripada kebenaran ini tadi. Dan insyaallah mudah-mudahan Allah berikan, tambahkan, Allah tambahkan nikmat kepada kita semuanya, insyaallah. Amin, Allahumma amin. Sedikit yang bisa saya sampaikan, dan ini berat untuk disampaikan karena babnya bukan sesuatu yang ringan, tapi paling tidak mudah-mudahan dari yang sedikit ini ditambahkan lagi satu pengetahuan kepada kita, ditambahkan lagi satu keyakinan kepada kita, kebenaran dari Allah subhanahu wa ta'ala. Dan insyaallah mudah-mudahan dengan ini bertambah lagi iman kita, melebihi jauh, bertambah melebihi iman kita yang sebelum-sebelumnya, dikuatkan lagi iman kita, ditambahkan lagi nikmat iman wal Islam, dimudahkan kita segala urusan kita, dunia akhirat kita, disinari jalan kita dengan jalan Quran, disinari dada kita dengan dada Quran, dengan sinaran Quran, disinari semua kita, roh kita, jasad kita dengan cahaya Quran. Amin, Allahumma amin, hadza minni wal afu minkum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad. ولقد تشفى صلى الله عليه وسلم من محاسن الأخلاق بما تضيق أن كتابته بطون الأوراق. كان صلى الله عليه وسلم
أحسن الناس خلقا وخلقا وأولهم إلى مكارم الأخلاق سبقا وأوسعهم بالمؤمنين حلما ورفقا برا رؤوفا لا يقول ولا يفعل إلا معروفا له الخلق السهل واللفظ المحتوي على المعنى الجزل إذا دعاه المسكين أجابه إجابة معجلة وهو الأب الشفيق الرحيم لليتيم والأرملة وله مع سهولة أخلاق الهيبة القوية التي ترتعد منها فرائش الأقوياء من البرية ومن أشرقي به تعطرت الطرق والمنازل وبعرف ذكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات الكمالية والمنفرد في خلقه وخلقه بأشرف خصوصية فما من خلق في البرية محمود إلا وهو متلقى عن زين الوجود أجملت في وصف الحبيب وشأنه وله العلا في مجده ومكانه أوصاف عز قطع على مجدها أخذت على نجم السهاب عنانه وقد انبسط القلم في تدوين ما أفاده العلم من وقع مولد النبي الكريم وحكاية ما أكرم الله به هذا العبد المقرب من التكريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن مني أن أمسك عنة الأقلام في هذا المقام وأقرأ السلام على سيد الأنام السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته وبذلك يحسن الختم كما يحسن التقديم فعليه أفضل الصلاة والتسليم اللهم صل وسلم أفضل الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم على سيدنا محمد بالأولين صل وسلم على سيدنا محمد بالآخرين صل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ولما نظم الفكر من دار الأوصاب المحمدية أبودا توجهت إلى الله من تبزر سيدي وحبيبي محمد صلى الله عليه وسلم يجعل سعي فيه مشهورا وفعل فيه محمودا ويكتب عملي في الأعمال المقبولة وتوجهي بالتوجهات الخالصة تبزر الموزولة اللهم يا من لا يتوجه العمل فاتح الظافرة وعلى باب زاده دعاة الرئال فتغشاها منه البيوت الغامرة نتوجه إليك بأشرف الوصول وسائل لديك سيد المرسلين عبدك الصادق الأمين سيدنا محمد الذي أمت رسالته العالمين أن تسلي وتسلم على الذات الكاملة مستودع أمانتك وحفيد سرك وحامل لدعوتك شاملة ألا بلك المحبوب لك والمغشش بالشرف الأبخار في كل موت مواطن القرب مظهر كاس من دادك في بادك والزكوس إرشادك لأهل ودادك سيد الكونين وأشرف الثقلين على المحبوب الخالص المخصوص منك بأجل الخصائص اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وصحبه لحضرتك رب من أحبابي اللهم إنا لنا اللهم إنا نقدم إليك جاهد النبي الكريم ونتوسل إليك بشرف مقام عظيم أن تلاحظنا بحركاتنا وسكناتنا بعين عنايتك وأن تحفظنا بجميع وتقرباتنا بجميع رعايتك وحسيني
وأن تبلغنا من شرف القرب إليك وإلى هذا الحبيب غاية آمالنا، وتتقبل منا ما تحركنا به من نياتنا وأعمالنا، ولتجعلنا في حضرة هذا الحبيب من الحاضرين بالترائق دباه من الزانيين، ولحقي وحقي من المعلين، ولأهلك من الحافدين. اللهم إن لنا طمعا في رحمتك الخاصة فلا تحرمنا، وظنونا جبنة هي وصلتنا إليك، ولا تخيبنا، آمنا بك وبرسولك وما جاء به من الدين، وتوجه به إليك المستشفعين، أن تقابل المذنب منا بالأخرى، والمسيئة والسائلة والمؤملة، وأن تتعلم من نصر هذا الحبيب هو وزر وله ظهره، وأم ببركته وشريف بجهته أولادنا 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 ووالدين وأهل قدرنا وجميع المسلمين والمؤمنين في جميع الجهات وآدم رياضة الجميع المغضال المنشورة ومعلم الإسلام والإيمان بأهلها معمورة معنى وزورة. واكشف اللهم قربة المكروبين واقضي دين المدينين واغفر للمذنبين وتقبل توبة دائم، وانشر رحمتك على عبادك المؤمنين أجمعين، واكف شر المعتدين والظالمين، وابذل عدل بولاد الحق في جميع النواحي والأقطار، وأيدهم بدعائر من عندك ونصر على المعاندين من المنافقين والكفار، واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين، واجعلنا يا ربي في الحزن الحزين من جميع البلايا، واجعلنا يا ربي وفي الحرز المكين من الذنوب والخطايا، وعلمنا في العمل بطاعتك والسلك في خدمتك قائمين، وإذا توفيتنا فتوفنا مسلمين مؤمنين، واختم لنا منك خيرين. وصلي وسلم على هذا الحبيب المحبوب للأجسام والأرواح والقلوب والآل وصحبه ومن إليه منسوب، وآخر دعوانا عن الحمد لله. إن الله وملائكته صلى الله عليه وسلم دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها سلام، وآخر دعواهم أن الحمد لله رب العالمين. الصلاة والسلام عليك يا سيد المرسلين، الصلاة والسلام عليك يا خاتم النبيين، الصلاة والسلام عليك يا من أرسلك الله رحمة للعالمين. صلي وسلم الله على سيدنا رسول الله أجمعين، آمين. الفاتحة. الله يجعلنا وإياكم من المتقين الثابتين على القدم القويم بصحبة الرسول الكريم، ويدخلنا في حزب الله المفلحين، ويمن بالشفاء واللطف لنا خاصة والإخوان المؤمنين عامة، ويجعلنا من الراضين المرضيين الهادين المحضرين من حضر هذا الجمع يكتبه الله من المتقين الصالحين، وأن الله يجعل قلوب ما هي به قلوب العارفين، ويكتب بها في ديوانه بل المتقين، يثبت قلوبنا وأسنادنا على ذكره ومحبته، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. غير المغضوب يا ربنا تربنا
الجرح والتناهي. تقبل الله منا منكم منا ومنكم تقبل يا كريم. قدن ساكن كلا مناي ودن صلاح لبادي بن كلا نيوان أكيه مغابتن. هذا مني والعفو منكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.